اللحظة اللي هنعلم فيها عن اسم اللاعب كابتن مصر عيد العزازي. الفائز بجائزة كابتانو مصر الموسم الثاني أفضل لاعب في البطولة أحمد أشرف. صوحي عندي لي خبر موت، رحت انبي يا صوحي. يا ابن اللعيبه مبروك يا واد، مبروك، فرحت لك قوي قوي قوي. بقول لكم ايه، انا وحش الملعب قوي قوي قوي، مش يلا بينا بقى موسم جديد؟ اخيرا رجعنا الملعب تاني للموسم الثالث من كابتانو مصر. وحشتونا قوي قوي قوي، وحشنا الملعب، وحشتنا الماتشات، وحشنا حماس اللعيبه الجديده الصغيره اللي عايزه تثبت نفسها في كل لحظه ومش قادره تستنى اللحظه اللي هتنزل فيها ارض الملعب. ومن موقعي هذا بوعدكم ان شاء الله ان الموسم ده هيكون فيه مواهب جامده قوي 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 باذن الله هتكسر. مفاجآت كتير قوي في الموسم الثالث من كابتانو مصر، بس قبل ما نبداها لازم ارد على اكتر سؤال بتساله من ساعه ما بدانا البرنامج. نجوم كابتانو مصر الموسم الاول والثاني راحوا فين؟ مواعيد تمارين نجوم كابتانو مصر في انديتهم كانت مختلفة، بس عمرو أصر إنهم كلهم يكونوا موجودين في نفس الوقت وقرر يستناهم. فين يا عم النجم؟ 3 hours later. بس شكله استنى كتير شوية. وأخيراً وصل. عيد العزازي ابن محافظة الشرقية. عيد 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 لاعب مفيد. جناح أيمن فريق كابتن حمادة إمام. يدخل عيد، يشوط عيد، يلعب عيد. والحاصل على لقب كابتانو مصر الموسم الأول. جائزة أفضل لاعب كابتانو مصر عيد العزازي. ونجم البطولة بلا منازع.
يا عيد عامل ايه يا عيد؟ الحمد لله. وراك ايه؟ الحمد لله. كل حل؟ الحمد لله. تعيد؟ الحمد لله. رحت نادي؟ نادي حل؟ ايه؟ انا بحبه؟ ايوه بحبه قوي ولا يعني؟ قوي. طب خلينا كده رحت فين؟ ايوه يا عيد يا زملكاوي. عيد العزازي محافظ الشرقية. بلعب هاف رايت. أنا شاركت في الموسم الأول في كابيتانو مصر، خدت أفضل لاعب في كابيتانو، خدت أفضل أخلاق، وخدت أفضل لاعب في المركز الحمد لله. الحمد لله كابيتانو ادتنا الفرصة اللي احنا نبقى نجوم. صراحه كابتن مصر ادانا لعيبه هايله جدا، لعيبه اضافه لنادي الزمالك، يمكن لعيبه من احسن لعيبه موجوده في مصر. يعني لعيب زي عيد عنده كوره عاليه جدا وحاسه تهديفيه عاليه جدا، لعيب ملتزم جدا، لعيب هايل، من اللعيبه ان شاء الله يكون لها مستقبل. مفاجاه. انا كده اتكيفت بصراحه من ساعه ما سمعت الخبر، وانا عايز اقول لك مبروك في وشك، بس عايز اعرف بس تفاصيل بقى شويه كده. عملت ايه من ساعه ما سبت الكابتن؟ اتمرنا بقى، قعدنا في مركز التدريب وقعدنا مثلا زي سنه في مركز التدريب. كابتن هناك طورونا باعلى مستوى، في لعيبه كتير زي وغيري يعني نفس المستوى احسن كمان بكتير لسه، بس هيطلعوا باذن الله. وبدات الموسم؟ الحمد لله بدانا اول ماتشين اهو، خلصنا الحمد لله، جبت 6 جوال في ماتشين. 6؟ ايوه 6 جوال الحمد لله. جامد جامد. طب بتلعب مركز ايه يا عيد؟ انا كان بلعب هاف رايت زي ما انا بس الكابتن بيلعبني 10 اوقات. لعبك 10 وهاف رايت. طب عايز تقول ايه للولاد اللي موجودين السنه دي اللي هتشوفهم كمان شويه، اللي ايه الموسم ده بيبصوا لك وعايزين يبقوا زيك؟ باذن الله يبقى احسن مني كمان باذن الله. كل واحد بس يركز ويشوف يركز، ويعني الحاجه ديت كويسه جدا ليهم، وباذن الله كل واحد هيحقق وهيبقى احسن مننا كمان ان شاء الله. باذن الله. ماشي جامد يا لعيب. خلاص اقف على جنب هنا بقى عشان نشوف اللي بعدك. كل الشباب جاي. احمد اشرف شهرته بليا، ابن المنوفيه. ابن المنوفيه يتابع الكره 100 100، بيمر بالكره هيعمل خطوره. حقق مع فريق سابق البطل كاس البطوله وكمان افضل مهاجم. يا بليا يا بليا يا سلام عليك واهدافك العاليه. حاصل على لقب كابيتانو مصر الموسم الثاني. افضل لاعب في البطوله احمد اشرف. يا بليا اخبارك ايه؟ عايشني انت اكتر ولا تعيد؟ ورينا فين؟ هاي يا بليا مبروك يا بليا. أنا أحمد أشرف، مركزي مهاجم، من المنوفية. أنا شاركت في الموسم الثاني من كابيتانو مصر 2009، فزت باللقب كابيتانو مصر. كابيتانو مصر غير حياتي، إن أنا ما كنتش بلعب في نادي، فبعد ما دخلت كابيتانو تنيتني مركز إن أنا أوصل للنهاية، وبإذن الله يعني ربنا كرمني ورحت نادي الزمالك. اللاعب احمد اشرف لاعب كابيتانو مصر عنده مميزات كتير،
مش موجوده دلوقتي، مش متوفره في مهاجمين كتير حتى في الدوري المصري، ان هو بيعرف يتحرك جوه الصندوق كويس جدا. عنده ميزه مهمه جدا ان هو بيلعب برجلي الاثنين وبيقدر يهدف، بيقدر يجيب جول من نص فرصه، وبيقدر يلعب كمان ضربات الراس كويس جدا فيها، تحركاته ذكيه جدا، لعيب ممتاز وليه مستقبل كويس جدا. طورت في كابتن مصر من مراكز التدريب، كان في مراكز تدريب وكانوا جايبين لنا مدربين على اعلى مستوى هناك، فقدروا يطوروا من ادائنا ان احنا يوصلونا نبقى لاعيبه انديه. الاسترايكر المفضل ليا تلعب سترايكر في بيت بقالك قد ايه؟ بقالي 3 شهور اهو في النادي. طب احكي لي كده يعني احساسك بعد ما تعيدت في نادي، وانت لما كنت هنا كنت بتحلم تعيد في نادي؟ انا في الاول كنت بحلم اجي هنا، وبعد كده فكرت ان انا اروح نادي، وباذن الله كمان سنتين ثلاثة اكون في الفريق الاول ان شاء الله. طب جبت كام جول؟ لسه باذن الله هقول لك كرنمه طلعش لسه لسه لعبتش. كرنمه طلعش. ده انت لسه جاي طازه جاي من التوقيع على طول. طب وتقول للولاد اللي موجودين بقى السنه دي وبيحلموا زيك كده، فرصه كبيره ليهم، وباذن الله يقدروا يعملوا اللي احنا ما عملناهوش، وباذن الله هيتشافوا، ودي فرصه كبيره ليهم. بتصدق يعني انت دلوقتي الفرق ما بينك لما دخلت كابتنه ولما خلصت، فرق في طريقه تفكيرك اتغير؟ لا اتغير كتير. من بعد ما جيت هنا بقيت بتبص لفوق، يعني ما كنتش تتوقع هنا، كنت بتبص على دول وتقول لا دول في حته تانيه، بقيت انت ايوه بقيت انت في نفس المكان اللي هم فيه، بتشوفهم عادي قدامك ولا اي حاجه، ويكلموك عادي. ايوه هو ده تصدقهم. خليك مصدق كده لحد ما هتهدف الدوري ان شاء الله. حبيبي يا بيليا، حبيبي يا اشرف. محمد عمرو الشهير بحمو ده كويس قوي، خلصها لنفسه محمد عمرو مرارها احلى. الجناح الطاير ابن محافظه الجيزه بدا في فريق محمد لطيف وانتهى بالفوز بالبطوله مع فريق على بوجريشه. نرحب على المنصه باصحاب الميداليه الذهبيه، فريق الكابتن علي ابو جريشه، وساهم بشكل كبير في حصول فريقه على اللقب، وفي النهائي كان مان اوف ذا ماتش، ولانه لاعب كبير تم اختياره ضمن التشكيل المثالي لكابيتانو. يا ولد على المهاره، يا ولد على المهاره، يا ولد على المهاره. يا حمو عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ عايشني. وانت والله؟ كل حلو الحمد لله. ايه سمعت انك اتقيت؟ الحمد لله. نادي اكلة حلوة كده. صح. بتحبها ولا بتحبهاش الفاكهة دي؟ بحبها. طب ما طرينا كده. ايه الحلاوة دي؟ أنا اللاعب محمد عمرو محمد شهير بحمد من الوراق. كان حلم ألعب في نادي، عمري ما لعبت في نادي، بس لعبت في كابيتانو مصر الموسم الأول وخدت البطولة الحمد لله. دلوقتي بلعب في نادي الإسماعيلي بسبب كابيتانو مصر. حمو لعيب مهاري، ده انا بشبهه بالكابتن عمر جمال، ومش متقيد بمركز في الملعب، يعني هو تلاقيه ناحيه اب شمال شويه اب يمين شويه، من العناصر اللي هو ايه مميزه وهيبقى مفاجاه في الدوري ان شاء الله بالنسبه لحمو. نحب اوجه رساله لكل اخواتي اللي بيلعبوا في كابيتانو مصر، اتعب واشتغل وربنا يكرمك، عوض ربنا كبير قوي، اشتركوا في كابيتانو. فاكر يوم ما جيت هنا اول مره؟ كنت مصدق ساعتها فعلا ان انت لما تخلص هتروح نادي وتكمل في الكوره؟ انا كان حلمي طبعا العب في نادي، احنا كنا جايين من الشارع كلنا. كان حلمي العب في نادي زيك زي ناس كتير. كتير طبعا. اشتغلت على نفسك قد ايه بقى زي ما كنا بنقول وانت هنا اخر مره؟ اشتغلت كتير جدا جدا، تعبت ولازم انا اتعب عشان اوصل،
وربنا كرمه كبير جدا. جامد يا حمد. ومش بس اللي بيكسب كابتن هو اللي بيوصل. لا صح؟ لا لازم يكون انت حاطط هدف وهتوصله ان شاء الله. ان شاء الله. طب الاسماعيلي يعني درويش يعني مهاره يعني فن يعني حرفانه وانت عندك كله هتمتعنا؟ همتعك. مستنيك. طيب يلا يا حمد اركب اركب اللي بعده. كابتن مصر الملعب هو الحكم. الملعب هو الحكم. حازم محمد اليماني هايله حد من اليماني المدافع الصلب وصانع اللعب في نفس الوقت. انت تتطور وتتعاد دي مهاره فوق المعتاد. انتقل لفريق على بوجريشا وتم اختياره ضمن التشكيله المثاليه في الموسم الاول. اليماني ابن الغربيه اترشح ضمن افضل ثلاث مدافعين في البطوله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. كله تمام؟ الحمد لله. سامع عنك كلام كبير. اه واخبار حلو. الحمد لله. مضيت؟ اه. هتقول لنا فين؟ نادي انت بتحبه. برضه احبه؟ لا بقى كده كتير. ايوه حازم. مبروك يا حازم. زمالك؟ اسمي حازم محمد اليماني من محافظة الغربية. طبعا كابيتانو مشروع كبير وهو اللي خلانا اوصل لنادي الزمالك ودي حاجة كويسة ليا. طبعا كان حلو ان انا العب في النادي الكبار يعني. حازم اللعيبة اللي هي هايلة جدا من ساعة ما جانا نادي الزمالك. راجل بيلعب باك يمين وبيلعب سيرد باك بيلعب نص ملعب. لعيب بيسمع الكلام. لعيب كويس جدا وان شاء الله يكون اضافة طبعا لنادي الزمالك. احب اقول لمواليد 2010 الموسم الثالث اللي لسه جداد ان هم يلتزموا وما يخافوش من حاجة وكل واحد يبقى عنده طموح. كلمني كده على الباك رايت هيعمل ايه بالزمان؟ ان شاء الله احنا تأيدنا وان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي قريب باذن الله. احنا معانا الدوري ومتأيدين ونسعى لحد ما نبقى ناخد مركز اول. لعبت كام ماتش؟ لعبت ماتشين. ماتشين ها؟ وبدأت الاثنين؟ اه. كام؟ لعبت ماتش كله؟ لا الثلث طبعا. طب بس حلو برضه. مدربك مين؟ كابتن محمد عون. ومبسوط منك؟ اه الحمد لله. هو مدرب كويس يعني. بتقول ايه الاولاد بقى اللي في كابتن وكده اللي عايزين يعملوا زيك ويطلعوا من هنا على النادي؟ يجتهدوا ويعملوا اللي عليهم طبعا وربنا بيرضي الكل. دلوقتي صدقت اللي الكابتن كانوا بيقولوا لك لما كانوا بيجوا ويقعدوا يكلموك في المحاضرات يقعدوا يقول لك صدق ولما ترجع ما بينك وبين نفسك وقدام نفسك في المرايه صدق في الحلم. ايوه لازم يبقى عندنا طموح طبعا. لازم يعني نحلم ونحقق حلمنا ده ونسعى ونعلق احلى حاجه يعني. مبروك يا حاج. عايزينك متألق كده. حبيبي يا جميل. محمد هاني السيد القناوي اللعيب حاصل على لقب أفضل ظهير أيسر في الموسم الثاني. أفضل ظهير هو محمد هاني. أثبت موهبته وساهم مع فرقة ثابت البطل في الحصول على لقب كابيتانو مصر. شال الكرة محمد هاني. ولد على الاستلام يا ولد. اخبارك ايه؟ تعيد؟ هتبقى لعيب كوره ان شاء الله. ان شاء الله. سبحان الله الزمن بيحصل فيه حاجات غريبه قوي يا جدع. سبحان الله. رحت فين؟
لا تبقى مفاجأة دي. طب العب لي كده وريني، العب لي كده الكورة. ايه أنا اسمي محمد هاني من محافظة قنا مركز ناجي حماد. تجربتي طبعا مع كابتن مصر حققت حلمي، إن أنا طبعا ما كنتش أتوقع نفسي إن أنا أبقى في نادي. طبعا قبل كابتن مصر كنت ألعب في الشارع، كنت ألعب في خماسي، كان ما كانش ليا الفرصة إن أنا ألعب في أندية، ما كانش حد يكتشفني. طبعا كابتن مصر طورتني في مراكز تدريب اتمرنا فيها. كابتن مصر برضو حقق احلام ناس كتير ما كانتش تحلم انها تبقى في انديه. اول طبعا ما قالوا لي ان جالك عرض من نادي زد وهتلعب هناك، طبعا كنت فرحان، فمساعده كابتن مصر اكتشفني فطلبني نادي زد. محمد هاني لعيب بيلعب برجله الشمال وبيلعب معايا باك شمال، وبيتميز محمد هاني بالسرعه والقوه، وبالكروس بتاعه بيتميز بيه كويس جدا، والالتحامات هو كويس جدا فيها. محمد هاني من اللعيبه الملتزمه جدا جدا جدا، هو قرب من الولاد على طول وعاش معاهم على طول، واللي حبيته جدا ودخل معاهم وهو ملتزم جدا في التمرين، ما بيتاخرش دقيقه وبيجي كل يوم وبيلتزم كل حاجه يعني الحمد لله. والله العظيم فرحان لك من جوه قلبي، والله العظيم من كل قلبي وكل الناس فرحانه فرحانين الحمد لله، عشان انت راجل كده من اول يوم وكنت واخد الامور خفيفه وبتهزر، كنت حاسك بتسمع الكلام اللي بيتقال. طبعا صح، فرقتي برضه. بس برافو عليك، برافو عليك، عشان استفدت ايه يعني؟ استفدت خبرات. ما كنتش العب في نادي، انا جيت كابيتان وبرضه طبعا حقق لي حلمي، ورحت طبعا زد والحمد لله. وبدأت الدوري؟ بدأنا الدوري. عملت ايه؟ كله تمام. ايوه كده. بتلعب فين؟ بلعب باك شمال وسيرد باك. باك شمال وسيرد باك، ناحية الشمال. غرقان. غرقان. لا طبعا ناحية الشمال حديد. حدش بيعدي. تقول ايه الولاد اللي جايين السنة دي؟ طبعا يجتهدوا، ربنا يكرمهم بإذن الله. طبعا زي ما عملت أنا الموسم الثاني. اجتهدت طبعا في الملعب والحمد لله أخدت فيها أفضل ظهير. بس طبعا كل اللعيبه طبعا اتمنى انها تبقى لعيبه كبيره، وان شاء الله ربنا يكرمها. برافو يعني والله، والله بجد مبروك، وهستناك في التلفزيون بقى اتفرج عليك في الدوري بقى. فهد ابراهيم سالم هاف ليفت، مشوار طويل من جنوب سيناء لكابيتانو مصر. أثبت نفسه ولفت انتباه المدربين، وعلشان كده تم اختياره في التشكيلة المثالية لكابيتانو. وترشح للشارة الذهبية مرتين على مدار البطولة. بركة يا جميل، كله حلو؟ كله حلو. اخبار سينا ايه؟ لا كله تمام. كله تمام؟ سمعت انك رحت نادي. ان شاء الله. صح ولا صح؟ صح. جايز تقول لي فين؟ ان شاء الله. وهتقول للناس كلها؟ لسه خشيت ولا لسه؟ لسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي فهد إبراهيم سالم من جنوب سيناء من الطور. كنت بلعب في الشارع زي أي حد عادي، والحمد لله يعني جت لي فرصة ألعب في كابيتانو. الحمد لله أنا حققت حلمي وأول خطوة لي في مشواري، وبإذن الله اللي جاي أحسن. فهد لعيب محترم جدا، لعيب عنده شخصية قوية
ودي اللي اول حاجه خلتني اختار واتمسك بيه. لعيب ما شاء الله عنده مرونه تكتيكيه، لعيب مهاري من طراز فريد، سريع، فهد من الناس اللي ممكن تحترف سهل جدا، لان ما شاء الله ذكي، سريع، مهاري، ما عندوش رهبه. شكرا كابتن مصر، وعقبال كل زمايلي اللي معايا في كابتن، وربنا يحقق احلامهم ان شاء الله. يا فهد احكي لي عن النادي. لا الحمد لله ماشي تمام، يعني ان شاء الله يا خير يعني في اللي جاي. بقالك قد ايه في نادي القناه؟ شهرين كده. شهرين؟ شهرين. والمدرب بيلعبك في مركز ايه فهد؟ هاف ليفت. على خاصه زي انت رايح رجع على طول؟ رايح جاي. والمدرب مبسوط منك؟ لا مبسوطين من الحمد. وزمايلك؟ لا كله الحمد لله. هنشوفك في الفيرست تيم امتى؟ قريب باذن الله. حبيبي يا فهد. حبيبي يا جميل. نشوف. شيكا ده شهرته، اما اسمه محمود ناصر. شيكا شيكا شيكا، العب الكوره بطريقه فيها مزيكا. من المنصوره تحديدا السنبلاوين، جناح ايمن فريق ثابت البطل وصاحب المركز الاول في بطوله الموسم الثاني. شيكا قدم لسارة حسنين لثابت البطل. خدت بالك من شيكا؟ عالمي عالمي شيكا. الموهبة الرائعة وصاحب الحضور الدائم في التشكيل المثالي للبطولة. هيا شيكا، عامل ايه؟ مبارك يا ويف. جاي من ايه؟ النادي. نادي ايه؟ انت بتحبه؟ اللي انا بحبه؟ استنى استنى، ما تقولش ما تقولش، ورينا. ايوه زملكاوي. اسمي محمود نصر شيكا، من محافظة الدهلية، مركز السنبلاوين، بلعب هاف يمين. كنت مشارك في الموسم الثاني كابتن 2009. كنت بلعب في الشارع، كنت بتفرج على الموسم الاول من كابتن مصر. لقيت الموسم الثاني اتعمل، يعني انت رايح اتألقت هناك ورحت المركز التدريب وشديت حالي. ومركز التدريب كان بيعلمنا حاجات كتير قوي، طور مهاراتنا والشوط وعلى بشكل كويس، وحققت حلمي وجيت نادي الزمالك. شيكا بيلعب هاف يمين وبيلعب هاف شمال، من اللعيبه اللي هي حريفه جدا، لعيب مجتهد جدا، ان شاء الله يكون اضافه لنادي الزمالك ومنتخب مصر، اللي هو لعيب مجتهد جدا وامكاناته عاليه جدا. احب اشكر منظومه كابتن مصر والمنتحده والوزاره واهلي برضه. رحت الزمالك؟ يا احنا كنا بنسميك هنا في البرنامج شيكا، وبعدين في الاخر خالص رحت الزمالك. صرحتي لي على الاختبارات. خد بقى، هم يوم اتفرجوا علينا وخدونا و علي صوتك كده، سمعني صوتك واتكسبت. نجم اتفرجوا علينا وخدونا، ورحت هناك واشتغلت بشكل كويس ومرنت ولعبت كلها اساسي، سجلت هدفين. كل وجبت جولين؟ جبتهم ازاي؟ واحد بالدماغ وواحد بعديه الثلاثه وحطها في البعيد. طيب مش بالك؟ زي شيكا كده؟ طب هنشوفك في التلفزيون ولا ايه يا شيكا؟ بجد والله. مين اللي جاي بعدك؟ اقف جنب زمايلك لحد ما تشوف مين اللي جاي بعدك. مصطفى محمود فؤاد، نجم خط النص، ابن محافظة القاهرة، لاعب فريق صالح سليم، ومنتقل إلى فريق حمادة أمام. يجري لوحده هنا، مصطفى محمود، مصطفى محمود، مصطفى محمود، مصطفى محمود، يعدي من واحد واثنين وثلاث، يا راجل يا راجل يا راجل. حصل مع فرقته على المركز الثاني في أول موسم. عامل ايه يا وائل؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا وحش؟ كله تمام. عملت ايه؟ اهو الحمد لله. تعيد؟ تعيد. هتلعب في الدوري؟ ان شاء الله. ورينا هتلعب فين؟ العب انت.
الزملكاوي الجديد حبيبي عامل ايه؟ ايوه مبروك الله يبارك فيك. اسمي مصطفى محمود فؤاد من القاهره، مركزي نص ملعب، شاركت في كابتن مصر الموسم الاول. تجربتي في كابتن مصر الحمد لله يعني الواحد اتعلم كتير، اتحسنت واتطورت. طبعا لما عرفت ان انا جاي الزمالك يعني الواحد كان مبسوط جدا، واهلي في البيت لما عرفوا انبسطوا جدا. يعني نادي الزمالك نادي كبير جدا، ويعني الواحد ما كانش مصدق نفسه. يعني بشكر كابتن مصر اكيد يعني اللي هو اتاح لي الفرصه ديت. مصطفى عصعص جندي مجهول في الملعب، لعيب عالي جدا، انا من اللعيبه ده انا بعتمد عليه، يعني حاجه انا شايف فيه مستقبل لنادي الزمالك ومصر. بيلعب سيرد باك، بيلعب ستة، بيلعب تمانية، لعيب قوي جدا، من اللعيبه الهاديه اللي بتسمع الكلام. ان شاء الله يكون له مستقبل كبير. احساسك ايه؟ لا احساس جميل الحمد لله. ده كان حلم حياتي، انا لعبت كوره رحت الاختبارات وفشلت، بس نجحت طلعت اجمل. الحمد لله. اه والله اهو لعبنا اول ماتشين اهو الحمد لله، عملت ثلاث اسيستات وجبت جون. لمين؟ لعيد. لعيد الثلاثه؟ متوصي بيه. والله؟ اه. بتلعب ايه في نص الملعب؟ 8؟ اه 8. احساسك ايه بعد ما تعيدت في النادي ولما تقارنه كده باحساسك انت النهارده؟ اقول لك حاجه، انت النهارده لما دخلت الملعب فرقت ايه عن اول مره خالص لما دخلت كابتن اول مره ولسه المدربين بيختاروا اللعيبه؟ فرق كتير احساس، فاهم؟ احساس يعني مجهود وتعب، فاهم؟ احساس جميل واحساس، فاهم؟ احساس تاني. حاسس انك انت اتطورت كلاعب؟ اه كتير. ازاي؟ كتير، حاجات كتير. والله؟ والله. طب وجاهز عشان تبقى احسن ديفندر في مصر؟ ان شاء الله. ان شاء الله. اكتر من 30 لاعب لكابيتانو احترفوا بعد البطولة الأولى والتانية في أكبر وأعرق الأندية المصرية، واللعيبة اللي معانا النهاردة نماذج مبشرة لكل أصدقائهم في المواسم اللي جاية إنهم يكونوا عناصر قوية ومؤثرة لمنتخب مصر في يوم من الأيام. العب الحمو يلا. ايوه بقى. ايوه. لا 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 المهارات عليت قوي 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 قوي. طب اقول لكم ايه، تعالى تعالى هاني، تعالى اسم الكره دي، الكره دي عايز حاجه انا يا رجاله. بص 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 لف كده بس، تعالى حواليها هنا. اه هتستجدعوا معايا؟ طيب مش انا استجدعت معاك ولا ما استجدعتش؟ بالامانه. عايز مين بقى؟ عايز تطلع تلعخ. عندنا ماتش تلعخ. يلا عندنا ماتش، هتيجوا معايا؟ والله العظيم معايا خلاص. استغربتي؟ هنكسب اخر ماتش. يلا بينا. محبة غير مشروطة، الكرة بتحب المصريين والمصريين بيحبوها، هي كده اتولدنا كده وملهاش إلا كده. مين فينا ملعبش كرة في الشارع؟ في الكرة الشراب اللي وقعنا في غرامها وهي بتتصنع على الإيد رغم بساطتها، أو بلاستيك اللي بتطير في الهواء من خفتها، حتى لو كرة متلصمة مهم نلعبها قدام البيوت والشوارع والساحات الشعبية والحواري، حتى لو في زقاق صغير هتلاقي ماتش كرة. التقسيمة وخناقة فرقتين على أحسن لعيب، المهاري اللي بيكسب أي فريق، اللي بيحلم يكون بيبو وحسن شحاتة وصلاح، ماتشات كل منطقة مع التانية، والعرضة اللي من طوب، وصاحب الكرة اللي بيلعب أساسي واللي ملوش فيها بس بيحب يلعبها، وتشجيع الجيران والصحاب وحماس اللعيبة وفرحة كل هدف، وكأنه نهائي في كأس العالم. في الشارع دايماً بتبتدي الحكايات، بتكبر المواهب وترتفع الهتافات، في اللاعب والحارس والمدرب والجمهور، وفي نقطة نور، واحد عالمية، حريف، يمكن في يوم يكون في أحسن النوادي زي ما حصل مع غيره من اللعيبة اللي بدايتها كانت بسيطة من ماتشات كورة في الشارع.
بسم الله الرحمن الرحيم. من تاني أقدم الساحات، من تاني أقدم الأماكن اللي فيها المهارة ساكن، هنا حنتابع أقوى اللقاءات مع ولاد كرة القدم المصرية. كابيتانو كابيتانو كابيتانو، وحلمه يكون عقيمة ومش هيسيب مكانه، دايما يكسب وقت لعيب، كل ما يسدد كل ما يصيب، كل مرة يبقى بشكل جديد، كل مرة المستوى بيزيد. كابيتانو مصر قرر انه يحتفل بانطلاق الموسم الجديد وسط واحده من الساحات الشعبيه علشان ياكد ان المواهب موجوده في كل حته في مصر. الاحتفال كان عباره عن ماتش استعراضي بين فريقين ميكس، كل فريق فيهم فيه لاعبين من نجوم كابيتانو ولاعبين موهوبين من ابناء المنطقه. لقاء ميكس ما بين نجوم الجيزه وما بين نجوم الكابيتانو، والنهارده المهاره عنوانه. الفريقين دخلوا على بعض وهنعمل تقسيمه. عبد الله عيد، بسيوني يلعب الكرة لعبد الله عيد، ياخدها منه حلوة قوي بيليا، لكن ولا بيليا لو جبت جون هنا بيليا هقطعك. أول لاعب حصل على أفضل نجوم للكابيتانو وهو وبيليا. بيليا 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 أردو مين أردو بيليا بيليا تروح مرة تانية يلعب الكرة حلوة عبد الله عيد يا ولد على التمريرة. حلو هلا يا دنيا هلا. هي مباراة ودية، كوكتيل 100 100 100 100، يشوت الكرة لكن راح راح راح. يلعب الكرة مرة تانية عند حمو، اللي عايز يعدي حمو حمو يلعب الكرة حلوة قوي عبد الله. حلو عبد الله. عايز يعدي عايز يعدي عين يا ولد يا ولد، يلعب الكرة بالعرض حلو قوي لسيد نادي اللي يحرز الهدف، لعب له الكرة حلوة حلوة حلوة. تعال هنا يا مين يا ولد يا عبد الله. عبد الله عيد لعب الكرة حلوة قوي بكابه عند حمو 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 يقطع الكرة مرة تانية. عايز يعدي يا حلو 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 حلو. أجواء جميلة واحتفالية عاشها اللعيبة مع الجمهور من أهالي المنطقة اللي تفاعلوا مع الماتش بكل حماس، واستقبلوا لعيبة كابيتانو مصر أحسن استقبال. نيدو تعال. وحتى عمرو نصوحي قرر يشاركهم التقسيمة. الله نصوحي نزل المباراة. وكابتن إسماعيل كمان نزل المباراة. إسماعيل شعبان ونصوحي يا مين هيحقق طموحي؟ بيسلموا على بعض الاثنين، بقول لحضراتكم جو جميل قوي قوي، ونصوحي عايز يشوط الكوره لكن تقطع. عبد الله عيد عبد الله عبد الله نصوحي هتعدي مين يا اخ؟ تروح عند بسيوني عايز يعدي. بسيوني اسماعيل يلعب الكوره يروح عبد الله. نجم كبير اسماعيل، حكم المباراه بيقول له العب الكوره على طول. كلهم من نجوم الجيزه، من نجوم الساحة القديمة. عساسي يلعب بيليا شمال بيليا المهارة عالية، يعدي من نصوحي. لا 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 دي مباراة استعراضية. عبد الله عبد الله عيد عبد الله عيد يلعب الكرة يا لكن اسماعيل شعبان يتدخل الان. المدرب يجرب المدرب يا ولد يا اسماعيل. حلوه 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 اسماعيل 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 اداله هديه بيليا. يروح بسيوني يلعب لعبد الله يلعب عند نصوحي. يا ولد يا عيد يا عزازي يا ولد يا ولد يا كابيتانو. يلعب عند اسماعيل يطح نصوحي، تروح مره ثانيه عند اسماعيل اللي عايز يلعب الكره بالعرض على الارض.
يلعب الكرة اسماعيل، هات وخد خد وهات، يا لمسة يد يا ولد يا ولد، ويحرز الهدف عيد العزازي من تمريرة حلوة قوي من اسماعيل. الجمهور قال ان الماتش خلص، واعتقد كده هنشوفكم السنه الجايه في نفس الحته هنا، وهنشوفكم في الجيزه تاني السنه الجايه. سلام. انتهى اليوم الجميل اللي بدا بالتحديد في اقدم الساحات لكره القدم هنا في الجيزه. تابعنا كلنا البدايه اللي كانت حكايه للموسم الثالث للكابيتانو، المهاره عنوانه والزين زمانه. كنا مبسوطين، ولاعيبه كابيتانو مصر لعيبه كبيره قوي مع اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله زي بتاع كابيتانو مصر، وهنستنى اللقاء ده كل سنه ان شاء الله. حاجه جميله جدا، وناس شرفتونا، ويوم يعني ما يتنسيش والله. كل الناس مبسوطه، وبعدين براهم كويسه جدا، يعني ربنا يوفقهم ويبقوا في انديه درجه اولى يعني، وربنا يكرمهم. احسن احسن برنامج نشوف كابيتانو. كابيتانو حلم كبير قدامه، حلمه يكون عالقمة ومش هيسيب مكانه، دايما يكسب وقت لعيب، كل ما يسدد كل ما يصيب، كل مرة يبقى بشكل جديد، كل مرة المستوى بيزيد. منافسات كابيتانو مصر الموسم الثالث خلاص هتنطلق، والحلقات الجاية من ملعب كابيتانو مصر هنشوف بداية حلم 120 لاعب لتحقيق اللقب الأغلى، لقب كابيتانو مصر. كابيتانو 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 حلم كبير قدامه، حلمه يكون عالقمة ومش هيسيب مكانه، دايما يكسب وقت لعيب، كل ما يسدد كل ما يصيب، كل مرة يبقى بشكل جديد، كل مرة المستوى بيزيد. ها كابتن ها كوتش، الفرصة من ايديك ما تفوتش، الخطة في الدماغ ما تروحش، ركز على الحلم وما تدورش. ركز على الكون هتقلب الكون، هتولع الدنيا وسع الزون، اجري ورا حلمك وعيون تيأس حتى لو ضدك 100 مليون. ركز على الكون هتقلب الكون، هتولع الدنيا وسع الزون، اجري ورا حلمك وعيون تيأس حتى لو ضدك 100 مليون. الملعب هو الحكم، ورقم واحد هو الامل، والابطال بس اللي بتوصل عالقمة وبتحط العلم. كابيتانو حلم كبير قدامه، حلمه يكون عالقمة ومش هيسيب مكانه، دايما يكسب وقت لعيب، كل ما يسدد كل ما يصيب، كل مرة يبقى بشكل جديد، كل مرة المستوى بيزيد.